العدو حتى الآن يتهرب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة، خاصة في موضوع وقف إطلاق النار، أي وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة. حتى قبل ساعات من هذه الكلمة كنت على اتصال مع إخواني الوسطاء، لم نتلقى إطلاقاً أي التزام بهذا المعنى، بمعنى أنه يريد أسرى ويريد استرداد أسرى ويستأنف الحرب على شعبنا وعلى قطاعنا.